السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيت باش نجاوبكم على واحد السؤال اللي كيتكرر بزاف واللي كلشي كيسول عليه، هو كيفاش نجيب اي حاجه من علي اكسبريس بلا رسوم، يعني بلا ديوانه وبلا رسوم لشركات الشحن. اولا هذا السؤال جاوبت عليه بزاف ديال المرات، ولكن الاهميه ديالو درت هذا الفيديو خفيف ظريف باش نسدو هذه النقطه بمره. فالمرجو منكم خوتي تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. كيف كتعرفوا مؤخرا اي منتوج جبتيه من علي اكسبريس كتخلص عليه سبيداف ولا البوسطه 15 درهم فما فوق حسب المنتوج او حسب الثمن ديال المنتوج اللي جبتي. ولكن مع ذلك كاينه واحد الخطه اللي الا تبعتوها ان شاء الله تقدروا تجيبوا السلعه ديالكم فابور ما تخلصوا عليها والو. فكيف كتعرفوا وكيف شرحت سابقا كاين بعض البائعين في علي اكسبريس كيعتمدوا على خطط دي دي بي في شحن المنتوجات ديالهم انطلاقا من الشحن حتى كتوصلك لباب الدار ديالك بلا ما تزيد تخلص حتى شي ريال. وهذا الشيء الا بغيتوا تفهموا اكثر صراني ديجا شرحوا في فيديو سابق غنخليه لكم في وصف هذا الفيديو، وملي غتدخلوا تشوفوه فغتلقاو كذلك طريقه معرفه واش فعلا البائع كيدعم دي دي بي ولا لا. اذا كخلاصه الفيديو ما يمكنش تجيب السلعه من علي اكسبريس مجانا الا اذا كان المتجر كيدعم دي دي بي، او الا كان عندك الزهر ودازت هذه السلعه هذه وسط السلع اللي في البوسطه وما ردوش ليها البال. اذا خوتي نتمنى نكون جاوبتكم على هذا السؤال اللي دائما كنلقاه في لي كومونتير عندي في الباج فيسبوك وكذلك في القناه ديالنا في اليوتيوب. وما تنساوش خوتي بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده.